الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عز الدين هليل عضو اللجنة السياسية بالمجلس المحلي الكفرة. الحقيقة نحيي أهل مصراتة ونحيي مصراتة الشموخ ومصراتة الصمود على هذه القافلة المحملة بكل مواد التموينية إلى مدينة الكفرة. ليس غريب على أهل مصراتة، ليس غريب عنهم هذا الكرم وهذه المواقف. مصراتة، كل أهل مصراتة وحتى السياسيين من أبناء مصراتة لهم مواقف تذكر مع مدينة الكفرة. أولا بالنسبة لهذه الإغاثة نحيي فيها أيضا بالخصوص جمعية الفارس سليمان صراح الأعمال الخيرية على ما قدمت الآن طائرة نشوف فيها محملة، وهذا شيء الحقيقة يثلج الصدور ويعبر على لحم الترابط وبين مدينة مصراتة وبين مدينة الكفرة، وهذا شيء عظيم يدل على الأخوة وعلى عمق الروابط اللي بين المدينتين. نحيي كل أهلنا وكل أخوتنا في مصراتة على هذه القافلة، ونتمنى أن تكون هناك علاقات وطيدة أكثر فأكثر بين أهلنا وأختنا وأخوتنا في مصراتة، وبارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. محمود شقلوف الأوجي لمدير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكفرة. نحيي ونشكر إخوتنا في مصراتة التي تحطمت على صخرة، فهي صخرة صامية تحطمت عليها مشروع تقسيم ليبيا. فليس غريبا على أهالينا في مصراتة، فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه الأعمال الإغاثية المتواصلة ما بين أبناء الشعب الليبي الواحد من الشرق والغرب والشمال والجنوب يدل على اللحمة الوطنية وعلى أن ليبيا كلها جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه قوافل الإغاثة المتصلة ما بين مدن ليبيا الحبيبة تدل على الوحدة الوطنية وتدل على الترابط والتلاحم بين أبناء الشعب الليبي العظيم، خصوصا في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا الحبيبة. فالشكر متواصل من الكفرة إلى أخوتنا في مصراتة، ونشكرهم أولا وآخرا، وبارك الله فيهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.